أنابَ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة لتوزيع الجوائز على الفائزين في جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية والذي أقيم على مسرح نادي مدينة عيسى. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن فخره واعتزازه بما قدمه الشباب البحريني من جهود متميزة خلال العروض المسرحية، وقال سموه إن مملكة البحرين كسبت جيلا جديدا من الشباب البحريني المتميز على خشبة المسرح والذي سيضيف الكثير للحركة المسرحية البحرينية. فالشباب استطاعوا خلال هذه العروض أن يقدموا الأفكار الفنية المتوافقة مع الواقع المجتمعي بالمملكة بما يساهم في عرض جوانب الحياة البحرينية في لوحة فنية مميزة. وقد أكد سموه أن الدعم سيتواصل للشباب البحريني بما يخدم تطور وارتقاء مسيرة المسرح البحريني والتي تسهم في تحقيق البحرين المزيد من الإنجازات خلال المشاركات الخارجية القادمة. وأشاد سموه بالدور الذي لعبته الأندية الوطنية والمراكز الشبابية في سبيل تقديم هذه الأعمال الفنية، كما شكر سموه الجهود التي بذلتها وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة سعادة السيد هشام بن محمد الجودر عبر تنظيمها لهذه الجائزة، مقدرا كذلك الدور الذي قامت به اللجنة العليا المنظمة للجائزة وجميع اللجان العاملة، ومتمنيا سموه من جميع الأندية الوطنية والمراكز الشبابية مضاعفة الجهود من أجل مواصلة العطاء في الجانب الثقافي. عندما يلتقي الخيال الخصب بواقع جميل فإنه سيكشف لنا عن طاقات شبابية ودماء فنية قادرة على إثراء الحركة المسرحية في البحرين، فجائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي قد حققت هذا الحلم بعد سنوات طويلة لتوقف نشاط المسرح الشبابي. حقيقة ليشكر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على ما تحقق من نجاح اليوم، على رعايته، على احتضانه لهذه المبادرة اللي طلعت لنا كوادر شابة، كوادر تعشق التمثيل، كوادر تعشق الفن المسرحي. يمكن معروف أن المسرح من أصعب مجالات الفن اللي تخرج فعلا إبداعات الشاب أو الفتاة طبعا من خلال مشاركتهم على خشبة المسرح. احنا ما وجدنا في هذا المهرجان كوادر شابة تستحق بنا أول شيء الاهتمام، تستحق منا أن احنا نعطيها الفرصة والمجال أن هي تقدم طاقاتها ومواهبها. مواهب شبابية متميزة احتضنتها وزارة الشباب والرياضة ودفعتها للمنافسة الشريفة لتقديم أفكار مبدعة من خلال المسرحيات التي لامست واقع حياتنا اليومية بأسلوب رائع أسرت قلوب الجماهير وشهدت حضورا لافتا طوال أيام المسابقة. هو لا شك أن أي بادرة فيها تحريك للعمل الثقافي والفني في البلاد طبعا نشد من أزرها ونأيدها وندعمها بجهودنا وبخبراتنا كفنانين في البحرين. طبعا أيضا في نفس الوقت هي راح تصب في صالح العمل المسرحي والفني في البحرين، كل بادرة من هذا النوع. قلوب فرحة تكاد تطير إلى عنان السماء بعد فوز فكرتهم على بقية القصص. طبعا أكبر شيء في هالجائزة هذه قبل لا تكون جائزة هي جمعت مجموعة من الشباب واستثمرت وقتهم في شيء مفيد. مسألة شهر ونص أو شهرين عمل أنك تشغل الشباب في هالفترة هذه بشيء مفيد وشيء يلتزم فيه الفترة ذي، هذه استثمار للطاقة الشبابية وهذه أهم شيء. المسرح الشبابي إحنا كنا ننتظر هذه الفرصة من مدة طويلة، عندنا طاقات وايد في البحرين، عندنا شباب ما شاء الله مبدعين ومحتاجين كانوا هالفرصة، والحمد لله رب العالمين يعني قدرنا نثبت ونطلع عدد من الشباب الوجوه الجديدة والمتميزين في المسرح. بعد أيام مليئة بالحماس والإثارة والجو التنافسي أسدل الستار على نشاط مسرحي شبابي أبهر أصحاب الخبرة، متأملين بأن يكون لهذه الطاقات بصمة واضحة في المسرح البحريني. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.